السلام عليكم. البقاء لله وحده في وفاة مئات وربما يكون آلاف الحجاج من جميع الجنسيات هذا العام. مصر بتشكل خلية أزمة بعد وفاة مئات الحجاج المصريين، ويمكن وصلوا لحوالي أكثر من 700 حاجة. السلطات السعودية أعلنت قبل بدء موسم الحج إن قواتها الأمنية ضبطت أكثر من 300 ألف شخص لا يحملون غير تأشيرات سياحية بدل من تأشيرات الحج. 300 ألف منهم 200 ألف مصري. وطبعا واضح إن هناك في حالات تغرير بالمواطنين وبيع الوهم ليهم، خصوصا البسطاء وكذلك أهلهم اللي ما عندهمش علم أو يقين أو معلومة محددة واضحة. طبعا هتوقع أشد العقوبات على الشركات اللي تحيلت لتنظيم السفر للضحايا وبصورة غير رسمية، وما وفرت لهمش أي خدمات لوجستية علشان الأمر ده ما يحصلش، من انتقالات مكيفة مريحة، من خيم للإيواء وسكن آمن، من طعام ومأكل ومشرب وعلاج. على فكرة حضراتكم، معظم من توفى إلى رحمة الله من الحجاج كبار في السن، أصحاب أمراض مزمنة، اتحركوا عدة كيلومترات في درجة حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية، وكلهم طبعا متلهفين بعد ما أن منعوا من الحج سمح لهم بالحج، ففرحوا كالأطفال وجريوا، وبعضهم نسي أغراضه وحاجاته، وبعضهم ضغط على نفسه وقعد يمشي ويهرول ويلبي دون أن يفطن لقدرته الصحية وسلامته، وإنه ياخد العلاج في معاده أو إنه يرتاح شوية أو ياكل لقمة. كله كان بيجري وبيلهس كيلومترات لكي يصل إلى عرفات الله، ولكي يتم المشاعر والمناسك في الإفاضة في نفرة الحجيج من العرفات. ولكن مش مصر لوحدها، في دول أخرى مثل تونس والأردن أيضا. هنجاوب على سؤال الحلقة: ماذا يحدث لجسامين من يتوفون من السادة الحجاج رحمة الله عليهم؟ بتقوم سلطات المستشفى السعودي أو حتى الناس العاديين على فكرة بيبلغوا بعثة الحج الرسمية لأي دولة هم بيتعرفوا على المواطن اللي قدامهم، وده بشكل مباشر وبيعتمد في الأساس على مكان وفاة الحج. في العادة بتتوفر بيانات الحج من سوار المعصم أو بطاقة الهوية اللي متعلقة في رقبة الحج، وطبعا من خلال مسح سوار اليد يمكن ان احنا نعرف جميع معلومات الحج. وطبعا في عدد كبير جدا من الموظفين في الميدان وسط السادة الحجاج، كل دورهم يأمنوا ضمان سلامة الحج، سواء في حالة الإصابة، في جروح، في تشنجات، في أزمات صحية ربوية قلبية، أو في حالة الوفاة. بيتم طبعا نقل الحج للمستشفى بشكل مباشر، وبيتصلوا ببعثة الحج الخاصة بهذا الشخص. لو الحج توفى في مخيم الحج أو في الفندق، المطوف هو أول مين بيتلقى خبر الوفاة، وهو المعني والمسؤول عن نقله للبعثة وللسلطات السعودية. المطوف مش أي حد تاني. وطبعا تحديد هوية الحج لو في معاه مرافق بيبقى شيء طيب جدا، ولكن لو ما فيش معاه مرافق وما فيش معاه سوار الحج ولا بطاقة الهوية، واحتمال كمان ما يكونش باسبوره معاه، ممكن حضراتكم تقولولي
السلطات هتعرف هوية هذا المواطن ازاي؟ لو أقارب المتوفى داخل المملكة سواء كانوا في مكة أو المدينة ممكن يلقوا النظرة الأخيرة على الحج ويحضروا أيضا جنازته، لكن لو أهله أو أقاربه قرروا أنهم يسافروا وييجوا السعودية لرؤيته للمرة الأخيرة ما بيسمحش ليهم بهذا. وعلى فكرة في سجلات المقابر هناك بتحتفظ برقم هوية الحجاج المتوفين ومكان دفنهم عشان بيتمكن الأقارب والأهل من معرفة القبر المدفون فيه كل حج لو أرادوا زيارته بإذن الله تعالى. وغالبا زيارة المتوفى بتكون مع رحلات العمرة أو الحج القادمة لأهل أو معارف أو أصدقاء المتوفى رحمة الله عليه. علما حضراتكم إن عند وفاة الحاج بتتولى الحكومة السعودية مسؤولية إتمام المهمة بالكامل بما يشمل التغسيل والتكفين ومراسم الجنازة والدفن، وفي إدارات منفصلة للقيام بهذه المهمة بالإضافة طبعا لدور الهلال الأحمر في هذا الأمر. بشأن تمن كوبون تذكرة عودة الحاج لوطنه، بيتم ردها لأهل المتوفى بمعرفة شركة الطيران أو بيخصم قيمتها من قيمة بوليصة شحن الجثمان لوطنه إذا كان يرغب في أن يدفن في وطنه اللي جه منه بالسلامة لأداء المناسك أو للزيارة. شكرا والبقاء لله وحده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.